السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع طبعا معكم أنا الصيف تربية الطيور والحيوانات وقناتي شاملة عن التربية عن الطيور والحيوانات والحشرات والقوارض أضرارها ومنافعها للإنسان وبحكي كثير عن شغلات متنوعة منوعة بالقناة ولكن للأسف اليوم بدنا نحكي عن المحتوى الهادف إنه ما إله ترويج نهائي في السوشيال ميديا المحتوى الهابط هو اللي بينجح اكتر مع انه القنوات في قنوات كتير محترمه وفيها ايجابيات وفيها تعليم وفيها تعليم للاجيال القادمه طبعا انا هون عم بشكل بالقناه بعمل تنويع كتير كبير بنزل كل شي سياحه سفر تعليمي عن الموبايلات عن افكار اي شي مفيد عندي ايجابي انا عم بنزله على القناه مش متقيد في التربيه لاني نزلت فيديوهات كبيره كتير عن التربيه وعن طريقه التربيه وشغلات كتيره آه وكمان بحب اي معلومات ايجابيه وعندي كمان مهن وهوايات في اعاده تدوير الملابس اعاده تدوير الشغلات كلها نزلتها بالقناه آه معلومات عن الاعشاب والفوائد هاي الاعشاب للانسان وللحيوان وللخضار والخضروات شو فوائدها للانسان والحيوان, للإنسان والحيوان. آه معلومات عامه بحب اضيفها للقناه بحيث الكل يستفيد منها ويكون محتواي ايجابي صح هي اساسيه لتربة الطير والحيوانات وافكاري عن اختراعات الفقاسات وصناعتها بتمنى تدخلوا وتشوفوا القناة وتدعموها من الجميع واي محتوى هادف بتمنى الجميع يدعمه المحتوى الهادف مفيد لك مفيد الي ومفيد لاجيال من بعدنا آه للاسف عم نشوف ترويج عالي للمحتوى الهابط احنا مصنع ما يقارب ثلاث سنوات وما عم نستفيد شيء من القناه آه والله بيعلم قديش تعبنا وقديش صورنا وقديش يعني انفقنا عليها مواد وشغلات عشان نقدر نعمل تصوير ونجيب اجيب انواع من البيت اجيب انواع من الملابس طلعت عملت سياحه حكيت عن العمله بالبلد اللي انا عايش فيها عملت يوم كامل عن الحياه اللي بالبلد اللي انت عايش فيها شغلات كثير وامور كتيرة بتمنى ان ان شاء الله ان كلكم تستفيدوا منها ولكن للاسف مش عم نلاقي ترويج لمحتوانا الايجابي حتى انا نفسي يمكن كنت لحظه بدي اضعف اروح على موقع سوشيال ميديا تاني وأقدم محتوى هابط بحيث اني استفيد ولكن الانسان بترد مبادئه بترد اخلاقه فعشان هيك انا بطلب منكم انتم نفسكم اللي بتشوفوا هالمحتوى او بتشوفوا هالمقطع تدعموا القنوات اللي فيها ايجابيات وفيها فوائد وقناه بتقدم محتوى هادف مش بس انا اي شخص يعني على على السوشيال ميديا بشكل عام بتمنى منكم ما تنسونا من الاشتراك واللايك ودعم القناه وبرجع وبكرر قناتي منوعه اعاده تدوير تربيه تعليم اي شيء مفيد اي شيء ايجابي بنزله سواء شورتس او فيديو دقيقتين او ثلاث يعطيكم العافيه شكرا لكم بتمنى ما اكون طولت عليكم ويعطيكم العافيه للجميع